قالت وزارة الداخلية أنها تمكنت من السيطرة على شغب طلاب الإخوان في جامعة الأزهر والمنصورة والمنيا وكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وألقت القبض على 29 من الطلاب بعد محاولتهم الاعتداء على أفراد الأمن الإداري والتعدي على المنشآت والممتلكات. وكانت قوة تابعة لمديرية أمن الدقهلية دخلت حرم جامعة المنصورة بعد ارتكاب طلاب جامعة الإخوان عمل عنف ما أسفر عن إصابة 11 شخصا وإلقاء القبض على عدد من الطلاب. أما جامعة المنيا فقد شهدت اشتباكات بين قوات الشرطة وطلاب الإخوان ما استدعى تدخل قوات الأمن.